الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. باسم الهيئة الإدارية لجمعية القلب والصدر العراقية، أرحب بكم جميعاً في مستهل مؤتمرنا الخامس للأمراض التنفسية الذي يعقد في مدينة الخير، مدينة الشعر والأدب والفن والتاريخ والتراث، مدينة الأبطال، مدينة البصرة الفيحاء. أشكركم كلكم أنتم اللي جايين الآن، لأنه بوجودكم هو نجاح للمؤتمر. فأتمنى أنه تستمتعون بهذا المؤتمر وتحصلون على فد شيء، فد معلومات جديدة عن جراحة وطب الجهاز التنفسي. الريسبيراتوري ميديسن طمنني مظلوم أدنى بالعراق، بس إن شاء الله الأيام القادمة راح تشوفون صفوة جديدة من الأطباء. الاختصاص الدقيق راح يكبر. البيزكلي احنا كنا يمكن سنويا يخرج 2 أو 3 من سب سبيشالتي، ان شاء الله هسه 17، ويجوز السنة الجاية 24، ويجوز الطموح انه يصير 30 نقبل في كل سنة بعد ما سوينا المسار ان شاء الله المباشر.
شكرا جزيلا جميع الزملاء الأعزاء على حضورهم هذا المؤتمر. شكرا للجان التحضيرية العلمية المالية الإعلامية على جهودهم. شكرا جزيلا شركات الداعمة، شكرا شركة جيتس وبقية الشركات، وشكرا أيضا لشركة برادوس المنظمة، ما قصروا، بارك الله بيهم. شكرا جزيلا بكم وبارك الله بالجميع.